سيداتي أنساتي سادتي، مساء الخير وأهلا وسهلا بكم معانا في حلقة جديدة من برنامجكم من غير كلام. يحكي عليك ضيوف حلقة النهاردة السيدة الفنانة سهير البابلي، الفنانة إسعاد يونس، الفنانة ميمي جمال، والفنانة ليلى علوي. ضيوفنا النهاردة من الرجال أستاذ يونس شلبي والأستاذ أبو بكر عزت والأستاذ محمود الألعاوي. طيب، والأستاذ الفنان علي الحجار. يعني بنتمنى للفريقين ان شاء الله الفوز، ان واحد فيهم يفوز على الثاني، وده طبعا لازم يحصل يعني، انما جايز تتعادلوا، انما انا بتمنى لكم وبتمنى لهم لا ما يغزوناش. لا لا، طيب بفضلكم. طيب الكلام ده انا بالانجليزي الثاني، انتوا اللي غيظين. طيب انا حقنا واهرنا واحنا هنا وضربنا. طب انا حنقل رغبتكم ليهم برجاء، يعني ان هم يعني استاذ بفضلكم انتم بصراحه يعني ما تغزوش الفريق المتبرع، نصكم الحلو الثاني ما فيش داعي. وانتوا كمان للسيدات برضو ليا رجاء عندكم برضو، والانسات يعني برضو بلاش القسوه وخلوا في شويه رحمه عندكم. شكرا جزيلا، ونبتدي الحلقه بتاعتنا النهارده كالمعتاد. اتفضلي مدام سهير. تمام، ايوه كده ايوه كده. ما كنت بتغني دلوقتي؟ ايوه اتفضلي، وثانيه واحده من فضل حضرتك اتفضلي. فيلم قديم. كم كلمه أول. كم كلمه؟ اثنين كلمتين. اول واحده في قال الاولانيه قال طيب قال الفلوس النقود الغير. ما انفضك يا مدام سهير، معلش بقى، لا مفيش كلام، ما ادعوش ادوكوا على اتفضل. المليونير الصريف شيكات الشيكات حساب. الفلوس البنك حساب. الحساب حساب. حساب يا مادموزيل الحساب يا الإجابة سليمة، وفي 33 ثانية ما شاء الله البداية جيدة جدا ما شاء الله النهاردة، يعني أنا مش عارف أقول لكم إيه. طيب، ويستحقوا 3 نقط فعلا لأنه في الدقيقة الأولى. الرجال تفضل يا أستاذ شلبي. خلاص خلاص سيبونا تفضل. لحظة مفضلة. فيلم فيلم كلمتين كلمتين. الثانية فيها ألف ولام حاجة الحاجة. هما هن النساء النساء نساء النساء. الأولانية الأولانية مجرم النساء قاتل النساء قاتل النساء سفاح النساء خطاف حرامي حرامي النساء. لا سارقوا سارقوا النساء مجموعة يعني جمع. خاطفوا النساء لغة عربية. الكلمة الأولانية دي لغة عربية. الكلمة الأولى صفر صفر بإذن الله صفر. أي معبود النساء الستات معبود النساء. لا قاتل النساء خاطفوا النساء. طب كم حرف كم حرف الكلمة الأولانية؟ نصها الأولاني. فات الدقيقة. دين الخيبة. الله أكبر. أربع حروف. أربع حروف. أربع حروف النساء. أربع حروف النساء. قاتل النساء. هيا رجاش كلام. سفاح النساء. بقول إيه ما تقوموا تتغدوا لغاية إحنا بنخلص. كل النساء. كل النساء حوالين. حبايب النساء. اللي بيحبوا عدو عدو النساء. أعداء. أزواج النساء أعداء. أعداء. شفتي الأعداء وأعداء.
حداني أصحاب. أصحاب أصحاب أصدقاء النساء لا حبايب النسوان أصحاب حبايب. يعني هم مع ولا ضد حبايب مع ضد النساء يعني بتقول يعني صاح صاحب النساء صحيح صحبة النساء أصدقاء صديق النساء ها صاحب إيه صاحبه انا دقيقه لا فاتت دقيقه ثانيه جايه فاتوا دقيقتين عصابة النساء هلو 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 خلاص عصابة النساء هلو هلو عصابة النساء لا اكيد انا قلت لا 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 اكيد حقيقه انت مدام سعاد يونس اتفضلي لا خلاص يا جماعه اتفقنا ما حدش يغيب انت لا مفيش خد يا لا 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 عادي يعني احنا طول لحظه من فضلكم وركزوا وقتكم ايه بقى فيلم قديم قديم قوي عبد الوهاب عبد الوهاب اثنين الاولانيه الثانيه قلب ممنوع الحب ممنوع قلبي الاولانيه قلب الحب حب الحب الحب الاولانيه يحيى الحب يحيى الحب يحيى الحب الإجابة سليمة واستحق عنها ثلاث نقط يحيى الحب في ممنوع الحب ما تقولوش تحاولوا انه جرجروا المتسابق انه يقول حاجه بقه تساعدون كده جرجر حاسم يعني انا بحذركم بصراحه لان انا الرجال قالوا لي انه كنتم ان انا يعني ببقى مسهل لكم شويه لكن لا 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 انا عنيف جدا انا عنيف جدا في المسائل دي وما بحبش الحكايه دي لان الستات كريمه معلش على عيني وراسي اهلا وسهلا بيكم لكن في هنا وضع هم بطاطا وضع انتم طيب استاذ ابو بكر عايز اتفضل لا يا جماعه عايز شويه هدوء الله يخليكم طيب على مرحله صعبه نسيت كلمه عصر لا ده بيقول لي ازاي يعني انا ازاي ما فيش ازاي تفضل اغنية تفضل لا فيلم فيلم قديم واحد اثنين ثلاثة حوالي خمسة ايه ده لا 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 انا لسه اول خلاص كلمات خلاص معلش كلمات قديم الفيلم قديم ولا جديد يعني في وعلي فيها وعلي فيها على من حرف جر بين تحت في بين الاولى والثانية بين الاولى والثانية على 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 فوق فوق الاولانيه انت هتشرح الاولانيه ها اتركني ابعد عني رعب خوف هجر خوف خوف الثانيه دهشه يعني مفاجاه الثالثه الرجال رجال الرجال ولا رجال الرجال 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 رابع فوق الرجال يعني حاجه فوق الرجال الاولانيه انتبه 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 انتبهوا انتبهوا ايوه الساده الرجال انتبهوا انتبه احترس 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 من الرجال والحريم والفاتنات الامهات الامهات الا ايه ده طيب يا واد تعالى تعالى يا واد رجال الخنافس خلاص درس من الرجال الرجال ايه الرجال النساء المتزوجين يعني المتنيلين المتزوجين الرجال رجال الحريم فيها الرجال يعني درس من الرجال رجال و و و تحت الحريم المراه الحريم الخنافس الحوات و في و ولا من ولا الرضع الحملة فاتوا ايديتين احترسي من الرجال يا ماما يا ماما وردع الاطفال وقالوا يا ابو وردع يا ابو وردع يا استاذ بكر يا حبايبي صفر للستة ما تقولش ما يغزوناش واحنا طيب معلش يلا الدور على مين يلا يا استاذ بكر مكانك اتفضلي مدام ميمي استاذ بكر اتفضل حضرتك شكرا يا
يلا اتفضلي. فيلم كم كلمة؟ حالي كلمتين. الثانية الأولى و في و ها ال 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 الأولانية حاجة ال حاجة ها طريق 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 الطريق 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 طريق ال طريق ال طريق ال طريق الخوف طريق الخوف طريق الرعب طريق الفزع طريق الفزع طريق الهلع حاجة من الخوف يعني طريق الهلع الفزع الرعب الخطة الهول طريق الهول طريق الهول طريق الأهوال الأهوال الإجابة سليمة طريق الأهوال في 45 ثانية واستحقوا عنها 3 نقط يبقوا عندهم 9 نقط طيب عشان بياخدوا مننا الأستاذ محمود الألعوي تفضل بس أنا ممكن لو حليت في دقيقة أخد 9 نشوف نبقى نحاول هم يعني ما نشوف نستعطفهم يعني سقف الأستاذ تعال جامد محمود عليك لا محمود عليك لا 1 2 3 4 يلا ماشي هتقولهم بالاسماء احسن تفضل ايه هي الاول ايه كل افلام فلقتونا عايزين تعال علي هنا تعال علي هنا 4 كلمات فيهم حروف جر بين الاولى والثانيه الاولانيه هشرح الاولانيه خوف الخوف رعب فزع ست مرعوبه خايفه خائفه من شيء ما مظبوط ما شاء الله يظهر التفتح هو ابتدى يونس وخائفه من شيء ما ويستحق عنه 3 نقط طيب ليلى ثانية من فضلك يا ليلى عشان اظبط الستوب واتش بتاعتي عشان نبقى مظبوطين اتفضلي فيلم ثلاثة قديم حرف جر مش قديم اول حال الرجال رجال الرجال ناس الناس الحلوه العالم جماهير الجمهور ها ارميها ها الثانيه من في 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 الثالثة كبريت في النار نار. في النار في النار رجال في النار ناس في لا لا الأولانية بقى نصها أكل كل كلهم في النار الإجابة سليمة ونقطة مع عندهم بتشاور علينا على كلهم في النار ما ده ليه انا قلت احنا في النار كده كلهم مش كلهم هو الحقيقه يعني على كله هي الاجابه سليمه اي نعم صحيح ولكن يعني مساله ان يعني ده التحيز الشديد او التعصب الشديد دي مساله صعبه لا قبل قالت الاول دول اصل انا معاهم برضو في الحته دي يعني كده هتدخلوني معاهم وانا ما بحبش ماشي استاذ علي الحجار اتفضل ده ما بتخافش منه ده جامد دي صعبه دي اتفضل فيلم قديم ولا من كلمتين قديم ولا جديد عارف من كلمتين هتشرح عنه كلمه مش مهم في الف ولام الاولانيه الف ولام ما فيهاش الف الاولانيه لونيه اللغه العربيه من من اين 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 عقلي اين 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 حبي اين الثانيه الثانيه ما تشرحش اين الثانيه اين حبي اين المفر اين اين قريبه من ايه قريبه من ايه قول الثانيه قريبه من ايه الثانيه قريبه من ايه من اربع حروف من اربع اول عين عين اول عين عقل اين عقلي الثانية ايه طيب؟ طب الثانية شعر شين مخ خدود امشي كهل عجوز
أين أين إيه؟ فاتت دقيقة. إيه دي النيلادي؟ ما تخف يا جدع. أين أين عمري؟ أين عمري؟ أه أنا أين عمري؟ فعلاً الإجابة سليمة. الفيلم أين عمري ويستحق عنه نقطتين اتنين. طيب اتفضلوا مدام سهير. اتفضلي حضرتك. يا لا بفضلكم ارجوكم من فضلكم شوف انا هسقفلك ازاي. لا خلوا عشان في الاخر خلاص هنبقى نعمل اضافه في البرنامج. هنبقى نعمل نقطتين زياده للفريق اللي هو يعني ايه ده وائل بيجاوب وجميل سلوكه جوه وسلوك مش نزل وسلوك في الاخر. طيب اتفضلي. الحمد لله. اتفضلي اغنيه غنوه ست عبد الحليم. اوكي كم كلمة؟ واحدة اثنين ثلاثة باللغة العربية. الاولانية حاجة النزار. ايه اول كلمة؟ اول كلمة اول كلمة يا رب. يا 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 الثانية يا حبيبي. لا لا يا سيدتي. يا أميرتي. يا أميرتي. يا ملكتي. يا ملكتي. يا ملك. يا ملك قلبي. يا ملك قلبي. يا مالك القلب. إجابة سليمة فعلا. يا مالك القلبي للراحل ويستحق عنه ثلاث نقط يبقوا 15. ده جميل. طيب استاذ يونس شلبي اتفضل. لا 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 من فضلك من فضلك تطلعوا محترمين. فيلم قديم ولا جديد؟ كلمتين بطل وعارف وانت يعني مهم. كلمتين بطل ومين؟ بطل دلوقتي. يوم يوم سنه شهر سنة شهر شهر سنين دلوقتي ايام دي ايام ايام زمان الماضي زمان زمان يا زمان يا حب. الله فعلا الاجابه سليمه. الفيلم زمان يا حب ويستحق عنه ثلاث نقط. برافو يونس. برافو للألعاوي. من اللي عرف الألعاب؟ انت وعلي. برافو برافو علي اللي قال. طيب تمام. طيب مدام اسعد يونس اتفضلي. دي بتتأهب. اي لازم توجهي شيء. اتفضلي. فيلم قديم نص كم كلمة؟ مش اثنين ثلاثة و اللي في النص الأولانية امرأة المرأة ست ما يعرف ما فيش مش متجوزة مش متجوزة عنيسة عنيسة صغنونة صغيرة فتاة عذراء 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 ولكن عذراء ما شاء الله ما شاء الله. برافو عذراء ولكن وتستحقوا عنها ثلاث نقط فعلا. انت من رومانيا والإجابة سليمة. برافو ليلى. طيب شفت استاذ محمود العاوي. الله اكبر استاذ بكر. لا جامد بكر. اتفضل استاذ بكر. استاذ بكر ايوه ايوه تعالى تيجي. خلي بالك انا عاوز انبهك على شيء. نعم بيجرجروك في الكلام وفي وسط ما انت بتقول عشان خاطر تضيع وقت وثواني بيبقى محسوب لهم هم. ايوه اتفضل. فيلم ولا ايوه جامد. يلا بوتي علي حافظ. كم كلمة؟ واحد اثنين ثلاثة من ثلاث كلمات. أول كلمة و و في في فوق على 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 حزب وداد قلبي على جامع جامع حب كل عبد الحليم بلاليس يعني. لا لا ما بتتكلمش يا استاذ حسن. على 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 حزب هيغني لهم اللحن. على دي اول واحده كلمه على اول واحده في النص ما تعملش النحو. على اول واحده اول واحده على
قد الشوق قد عيوني وسيهم في الدقيقة الأولى على قد الشوق اللي في عيوني جميل زلت تمام. مين بيقولها دي؟ استاذ يونس بيسال يا اخوانا حد يرد علي مين اللي بيقول على قد الشوق في عيوني يا جماعه؟ حد يقول من الجمهور. عبد الحليم حافظ. عبد الحليم حليم ايوه طبعا صعب بس حد مش عارف يعني افتكرت حد مش عارف بيسال يعني ولا حاجه. لا عبد الحليم حافظ. طيب يستحقوا ثلاث نقط تمام. ثلاثه عندنا. طيب حطوا خلاص. عم بتاع النمر. اتفضل يا نميمه خلاص احنا عندنا مكنه ورا هي اللي بتحط النمر. فين المكنه؟ ايوه خلاص. اتفضل. قول لي ده بكر. استنى. يلا يلا. فيل. فيل. دلوقتي. عفريت. انياب. كلمة واحدة. شبح. كلمة واحدة. شبح. عفاريت. عفريتة. أشباح. عفاريت ابليس شيطان 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 شياطين الشياطين ولا شياطين 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 بس شياطين بس في البحر البحر تمام اجابه سليمه شياطين في البحر ويستحق عليها ثلاث نقط طيب فريق رجال استاذ محمود القلعاوي طيب تعالى يا علي تفضلهم لا اوعى دلوقتي خليني معاك كم حرف كم فيلم فيلم حرفين حرفين تاني كلمه تاني كلمه فيها الف ولام حاجه الحاجه الاولانيه الاولانيه صفر يدق شاكوش حداد نجار اسم بني ادم اسم حد بيشتغل حاجه يعني نجار حجار حداد حداد لا الرابط يعني حد داد الاولى نص حزب وداد قلبي بس اسكتش مش فك كله على حزب وداد قلبي يا زلمه عربجي فعل جم عربجيه اسم انت قلت اسم جم جم صفر صفر صفة شغلة يعني صفة مهنة طب التانية قول التانية بقى هي هتقرب عرفتها يا ملكا قلب لا ده فيلم يا ناس يا سوية نجوم 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 ونقعد صانع النجوم صانع النجوم صانع النجوم برافو بقى صانع عليا صانع عليا صانع الحقيقة يعني أنا هحتسب لكم ثلاث نقط انما انت فعلا في الثانيه 60 فعلا وانت قلت الاسم ده كرم من ربنا بقى ده ثلاث نقط فعلا خلاص يا بك مظبوطين طيب دور على مين ليل يلا لولي ده الحكم بيضل على عضو تفضلي فين قديم اربعه من اربعه اوكي في واو لام الرابعه الواو و والثانيه و قطار ومضى قطار العمر ومضى قطار العمر يا ولد برضو ثلاث نقط عليها وده اجابه في اقل وقت ما شاء الله هم جايبين ثلاثه استاذ علي الحجار انا اظن يعني انا اتفضل انا احب الاغاني قوي افلام زي بعضها فين فيلم غنائي من ثلاث كلمات ثلاث حروف كلمات فيها بين الثاني والثالث في واو بين الكلمه الثانيه والثالثه هتقول لي انا كلمه الثانيه الثانيه هي طويله كده ليه الثانيه دي النساء النساء الحريم الحريم الزوجات العذاره 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 الانسات الانسات البنات والصيف البنات البنات بنات بس بنات بنات بس و و بيكتب لهم و لا 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 بنات والحلق والعقد بنات والعقد والزواج والعريس
العقد ولا ايه؟ مفيش والف لا بدون كلام نعمل له كده. لا بره ده بره بره خلي بالك. الغباء والبنات والبنات بنات بنات و حاجه بقى وعقد فاتت دقيقه والازواج والرجال راجل والراجل عريس السعيد بنات وعريس بنات وعريس بنات وعريس ست بنات وعريس ست بنات وعريس حضرتك بقى عزاز وعريس ست بنات وعريس يستحقوا نقطتين اتنين بس نقطتين اتنين انا اول مره هو افلام عاملها في بيتهم قولوا لي قلب انا بس عايز اقول ملحوظه فعلا ان احنا في الارقام يا استاذ علي حجار لا بيكتب في الارقام في الارقام هيبقى اتفاق علي بكلمكم معاكم علي بقول عايزين بقى نتفق على مساله الارقام لكلا الفريقين ما يكتبش ما يقولش سته يعني لازم يعبر عنها تعبير يعني تعدي يقول يعدهم لكن بلاش يعني كده بلاش يعني هيبقى اتفاق لا ما لا لا خصوصا بعد دقيقه لا 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 طبعا لا طيب مدام سهيبة بتفضلي رابع كل واحد دور لا طيب طيب هي الكلمه الثانيه دي تفضلي في بق في كوميديان كم كلمه اخوه اثنين الاخوه الاعداء برافو يا رب كده شايفين نشوه ده مش غاز يا جماعه دي نشوه النص لا دي نشوه النص ده يعني يا استاذ يونس يعني نشوه النص يا جماعه طيب دولار يا استاذ يونس اتفضل استاذ يونس انت برضه حضرتك اذا سمحت مفضل اذا انت كمان جاوبت الاجابه جاوبت الاجابه لازم تقدم شوف عشان سؤال صعب لا 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 مش سؤال صعب يلا اتفضلوا مين ايه فيلم فيلم كلمتين في واو والف اول كلمه ايوه فعلا فيلم بسرعه ايه تاني اشرح بسرعه خليك معانا احنا كله موضوع لا دي جميلة انت كده بتشرح اه ربنا يجازيك مثلا طب الاولانية ولا التانية ربنا على الظالم بالله يا حسن انت مش علينا الدعوة قولنا الفيلم اه الاولانية طائر كروار مغني حمامة فاتن حمامة حمامة بس سمان حمام 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 ناصي يقول زي الحمام يعني حمام محشي بالفريك بغبغان حاجة بتتاكل طير بيتاكل بغبغان ممكن اقول لهم كده مثلت ايه هي لا عملت ايه من الافلام لا 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 من فضلك لا 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 من فاتن حمامة تفضل خلي بالك طيب. فات ايه فاتن حمامة فيلم كتير طبعا ما عملت افلام كتير هنعرف انه فيهم سيدة القصر سيدة الرفيسة الاولانية من واحد فيلم الاعتراف الاعتراف الحرام حرام حرام عليك حرام عليك حرام الإجابة سليمة وياخدوا نقطتين عليها هو حاول يقول حرام يعني عاوز يقول لك حمامة من الأول عاوز يقول حرف الحاء خدوه من الأول زي ما هم بيعملوا يعني هو حاول يستنبط من الأنسات والسيدات اللي هم بيعملوه ده انتوا لكم فضل كبير قوي جميل طيب طيب اتفضلي يا سوسو يلا يا سعاد لا اتنين فدي عديتوا دي عديتوا دي خد الشنطة وياك بس اتفضلي جماعة مش عايزين وشوارة قديم بكلمتين قديم قوي في كوميديان عيال العيال الأطفال ولاد بنات فيروز نيلي وأربع بنات أربع لا طيب قولي كلمتين طب مثلي الحرمان الأولانية عصافير الجنة عصافير الجنة براو إجابة سليمة وأنا كنت والله عارف كلها زي دي جميلة أوي طيب الأستاذ أبو بكر عزت تفضل
عايزين نعدل 20 عايزين نعدل 20 نحصل تلتينهم اتفضل كلمة كلمة كم كلمة من كلمتين ان هي سهلة هتشرح ان ايه سهلة ان ايه الاولانية ولا التانية الاولى الاولى ابعد ابعد روح روح اهجر سيبني كرهت سيبني سيبني اتركني 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 اتركهم دعني دعني لولدي دعني وشأني دعني دعني لنفسي لوحدي دعني لقلبي لنفسي لروحي دعني لربي لروحي دعني اعترف دعني بلا الصوت دعني اعيش عيش كم قول الاسم الشريف دعني اعيش لسه دعني نعيش نعيش دعني نعيش دعني نعيش دعني 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 فضلك بره ما تتكلمش دعوني اعيش دعني اعيش دعوني اعيش يسحب عنها ثلاث نقط هلا دعوني عايش هو انت كل ما تاخد نمره تروح لهم تقول لهم ايه انت فين وتقول لهم بعزافه بقى طيب تعال بس عايزين نعدل 21 بس اتفضل يا استاذ بقى مدام ميمي جمال اتفضلي لا 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 ممنوع ممنوع خلاص قولوا هتموت انت مش بيعد الذكاء دي لحظه فاضلكم تركيز اتفضلوا فيلم كم كلمه قديم مين بيمثل بس فيه اتنين ها كلمتين مش عارف ها اول كلمه و ولكن ال 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 لا الفقير الفقير الفقراء فقراء قديم أطفال أطفال عيال إحنا كده إحنا لغة إحنا كده لغة عربية لغة عربية الكلمة التانية لغة عربية يعني الفقراء لو كانوا عيال فقراء يعني لا أوكي شكرا أول واحدة الفقراء خلاص تاني واحدة أطفال أطفال عيال عصافير أولادنا أولاد, أولاد, أولاد أولادي 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 50 سنة إجابة سليمة وإحنا دلوقتي 54 ثانية الفقراء أولادي الفقراء أولادي ودي إجابة سليمة ويستحقوا ثلاث نقط أنا ما أعرفش أستاذ محمود العاوي اتفضل إذا ما حدش عارف اسم فيلم ويخص حد من أصحابنا أنا شخصيا هروح أقول له الكلام ده إن زميلك ما عرفش اسم الفيلم بتاعك يعني أنا هقول أستاذ فريد شوقي إن أستاذ أبو بكر عزة ما عرفش إن فريد شوقي له فيلم اسمه الفقراء أولادي فريد شوقي عمل أفلام كتير مال اللي ما عرفوش الأنسة حنفي آه بقى خلاص خلاص دي فات عليها يومين اسمعيني يا سين اتفضلهم لا أيوة عندي دلوقتي خلينا معانا فيلم كم كلمة كم كلمة كلمتين فيهم ألف ولا ألف الاثنين فيهم ألف ولا الكذا الكذا الثانية 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 كلنا الرجال العيال الرجال ولا العيال الأولى العيال الأولى الرجال الرجال الثانية الرجال الرجال الأولى الأولى بقى المحترمين اتفضل أهلا ألف ولام في ألف ولام مش كده الايه بالرجال الايه الرجال بقى صفه يا طبعا قولوا بقى الصفه الساده الرجال الساده الرجال الساده الرجال والاجابه سليمه ويستحقوا الثلاث نقط وجاوبوا في 40 دقيقه وده جميل طيب يلا ليلى شوفي هتعبري دي ازاي عنها لا يا ليلى شاطره في التعبير فعلا وجيده اتفضلي ما غلطتوش ولا نقطه فيلم قديم مش عارفه من اثنين سهله يا ليلى الاولانيه الثانيه تقيل الثقيل الثقيل ولا الثقيل يبقى الثقيل دي الثانيه الاولانيه بقى الضيف الثقيل برافو برافو الضيف التقيل ده اسم الفيلم
واستحقوا عنه ثلاث نقط، وكانت اخر حاجه في المتبارين للستات، وهنشوف اخر حاجه استاذ علي حجار في الرجال في المباراه. ايوه فعلا فرق 12 نقطه كمان يعني ولا نقطه. اتفضل فيلم ولا فيلم؟ أربعة ثلاثة حروف. البنات الفتيات البنات البنات بنات 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 بس ثلاثة بنات. الأولانية بقى الأولانية الأولانية إيه؟ الثانية الثانية بنات نص الإيه بس يا سوير يمكن تطلع ست سبع سبع بنات سبع بنات وظابط لا والله الظابط ده مش مع اي دوحه بس اربع بنات وظابط سبع بنات هل سبع بنات سبع هل سبع بنات دي الثانيه والثالثه الاولانيه مستشفى سبع بنات حي سبع بنات ولا ايه ما خليك معايا بس الثالثه الاولانيه بقى الاولانيه اولاد ابو أبو, ابو سبع بنات ابو سبع تمام اوعى تقول لي فيلم ما فيهاش سبع دي ابو البنات ابو السبع بنات مظبوط وده واحد ثاني اسمه ابو السبع بنات واجابوا عنه في 58 ثانيه قبل الدقيقه الاولى ويسحقوا عنه نقط. باقي الفقره الاخيره اللي انا بقدمها وهي اشوفها ايه. طيب خلاص خليكم معايا وركزوا معايا انا بقى يلا عشان تستفيدوا جايز تستفيدوا من فضلكم ثانيه واحده معايا معايا ايوه لا احنا اللعب ايوه ولا ابنه يلا يلا بقول لك من كلمه واحده من كلمه واحده اول كلمتين اول كلمه اول كلمه اول كلمه ثاني كلمه الضحك الضحك اسمعيني يا سين الضحك الفيلم كله عادل امام عادل امام عادل امام برافو ها يلا ده ما تقولش ببقك برافو مخصوم منك كده اول واحده الحساب فلوس في المحفظه المحفظه معايا على الشريط الاجابه سليمه ثانيه انا اتكلم من فضلكم ادوني فرصه ادوني فرصه لا ثانيه واحده احنا عندنا شريط لا 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 من فضلكم ثانيه واحده من فضلكم ثانيه واحده الفيلم المحفظه معايا اجابه سليمه وانت قلت انا قلت المحفظه نعم من فضل حضرتك من فضل حضرتك من فضل حضرتك ثانيه واحده يا جماعه من فضلكم خليكم معايا الفيلم المحفظه معايا انت قلت المحفظه فعلا ما تكملش بقى لكن نطقوا هم الثلاثه في نفس واحد قالوا المحفظه معايا ويستحقوا ثلاث نقط عليه لا لا ما فيش حاجه لا احنا مش بنجبي لا 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 على اي حال على اي حال يا جماعه من فضلكم لا احنا مش لعبه تعال يا سوسو هاتوها معايا تعال يا سوسو هاتوها هي بصراحة سهير مش قايمة عشان خاطر تقول مش لعبة لأن هي خدت ثلاث نقط وخلاص إنما هي قامت بس عشان تاخد شوية تسليم إحنا نسقف لسهير كمان مرة ونسقف للفريق الفائز اللي حاز على أرقام أكثر من زملائهم المتبارين وإحنا بنشكر الضيوف اللي شرفونا النهاردة وبنشكر الجمهور اللي نعم نسقف سقفوا يا سلام والله روح طيبه والله روح طيبه جدا طب لحظه قبل ما تختم انا فضل. قبل ما تختم انا فضل. عندي اقتراح طب تعالى جنبي اتفضل دلوقتي انا لاحظت حاجه نعم ان حكايه انك بتقدم نمره احنا الاثنين بتسابق الكلمات والحروف وبنختلط الامر وكل مره بنختلف كويس فدرءا للخلاف درءا دي جميله جدا حلوه ايوه درءا للخلافات ايه انك تعمل نمره ليهم ونمره لينا لا هو عايز اقول عايز حاجة. دراسة هذا الاقتراح وعامل لي دراسة جدوى احنا النهارده دي الحلقة بعد رمضان بقابلني طيب احنا بنشكركم جدا هنحاول ندرس الاقتراح ده برضه وبكره نحاول ننفذه نشكركم جدا ونشكر السادة الضيوف اللي شرفونا في الاستوديو وبنشكر السادة المشاهدين في البيت ونشكركم والى اللقاء في حلقة قادمة ان شاء الله